زود القراقيش والطحال وموت الفشه، مش فاهمها. وهو برضك مقام الحكومه طبق من الشرك الوربيحي. نزل له يا ابني شرب الكوارع وطبق قلوب من خصوصي. غالي يا معلم. والغالي ينزل للغالي. عيب. واحنا معرفه الظهريه يا جدع. ها طمني بقى على احوال الشرطه. لسه برضك شبكه مع الشعب وبيدنجلوا ايد واحده. شبكه وكاتب كتاب كمان يا معلم. لا وانت وطني صحيح، بس انا ليه عليك عتاب. خير يا معلم. شوف يا نبيل، انت ترسم دور حكم دار المصريه ده على اي حد، بس تيجي لحد عندنا وتعرقه بروحك، عشان الحكومه لما تحط ايديها في ايدين عيل صغير لا راح ولا جه تتقفل سكتها قبل ما تتمها. ما تسيبك من سليق الحوار ده يا معلم وتجيلي في الدغري. تعجبني. وخرست هو اللي قصدك علشان تعرف له اذا كنت شغال في الصنف ولا لا. حصل. حصل يا معلم، بس علمونا زمان اللي على راسه بطحه بيغطيها، وانت راسك عريانه لا مؤاخذه يا معلم، يعني ولا انا ولا سيد ولا اي ذكر في الحكومه يقدر يشاور عليك بالزور. طب وكتر الكلام بقى والرطرطه الفارغه، استنى لما يحصل. اسمع يا نبيل، اللي نحرت قلبي في السنين اللي فاتت دي كلها عشان ابنيه، مش هيجي حته عيل صايع وامين شرطه خارج بيتي يهدوه في لمه حشيش. امان ولا نهيده تاني؟ دوم العز يا معلم. العز للحبيب يا اخويا. وما تنساش بقى تحاسب وانت ماشي، وافرط ايدك في البقشيش عشان ما يقولوش عليك معفن. ايه رايك بقى يابا؟ يابا ما تروق من التوه اللي انت فيها دي، مالك؟ ماليش يا معلم. مالكش؟ ده انت سمعت مهرجان عبيله واديله لما اتطرشت، بس ربك والحق انت الغلطان. ليه يا معلم؟ هو انا دخلت عليها دخله شمال لا مؤاخذه؟ ده انا طلبت لها الجواز. ياض افهم افهم، كل مره ليها سكه تنفع معاها. عندك مثلا المره اللي تحب الراجل الرايق الراسي اللي يخليها تلهري وتنكت وتفرك كده لحد ما توقع لوحدها. عندك كمان المره اللي تحب اللف والدوران لحد ما توقعه بمزاجها. في كمان مرة بقى القرش يسايسها من غير لا كلام ولا هاري. طب ونصر سكتها ايه؟ لا دي بالذات مالهاش سكة. ابعد عن وشها احسن لك. لا يا معلم انا عايزها. ياكش يكون بتحبها. بحبها والختمة الشريفة بحبها وبموت فيها كمان. يا اكبر بقى واسترجل ولا احب لك واحدة غيرها. الله، وانت ما شفتهاش لما كنا عندهم في البيت كانت عاملة ازاي؟ مرة زي الباجور، لا بتكبر للرجالة ولا لغيره. معاك حق. معاك حق. بس انا اعمل ايه؟ المرة مخيشة في دماغي مش عايزة تخرج. فوق لنفسك ولشغلك. انت زي معوض اخويا وانا عايز مصلحتك. ما تخليش دماغك تجري ورا سكة ما تنفعكش. يلا. او كله سلف ودين. الو بيوت ماشي خلص وكلمني. ها وصلوا ليه؟ تمام يا معلم. بيحصل. قلب احبائي. شفتي الست اللي عملت شعرها برتقاني؟ دي غريبة جدا، أنا بجد مش مصدقاها، أنا شايفة إنه كان أحلى بكتير. كتير؟ إيه ده؟ سيد؟ أه سيد. إزيك يا حبيبي؟ إزيك يا حوم؟ إزيك يا أخويا؟ خير؟ في حاجة حصلت ولا إيه؟ إيه اللي جابك؟ في يا بت؟ جاي أطمن عليكي. أنا بخير والحمد لله، ما تقلقش، أنا عاملة حسابي أستأذن بدري عشان ألحق أوضب ميسة. بس بدري بدري، بعد لسه نجيب حاجات قبل ما نروح. لا مش هينفع، بوشي مش هتوافق. بوشي إيه اللي مش هتوافق؟ الله حرام أكسر لها المكان باللي فيه، ما سمعتش عني ولا إيه؟ مش محتاج تكسر حاجة. أنا سامعة عنك لوحدي. يا لهوي، لا مؤاخذة يا فندم، حقك عليا. غير ارحام. حاضر حاضر يا اخويا. ما تستغربش انا كده مش بحب اقعد في مكتبي كتير، بحب افضل هنا وسط البنات
عشان افضل فاهماهم وحاسه بيهم طول الوقت. حاسه بيهم عشان قاعده في وسطيهم. بس ما حسيتيش برحاب لما اتحبست ليلى في القسم، مش كده؟ انا مقدره زعلك ومقدره كمان ان انت اللي اقنعتها ترجع هنا تاني. رجعتها بمزاجها مش بمزاج حد تاني، ومحدش يقدر يغصب عليها. اللي حصل لرحاب اتلطت فيه ظلم وعدت، شيطانك بقى هيوزك تلطيها تاني هتلاقيني واقف قدامك، وساعتها هتعرفي مين هو سيد بوخارست، وبدل ما بتسمعي عنه هتتكلمي عليه. واضح انك ما تعرفش انا مين، وما تعرفش كمان انا ممكن اعمل فيك ايه بعد الكلمتين دول. بس اوكي، هحط نفسي مكانك، هحكم عقلي، يعني هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة خالص، وهعتبر كمان ان دي اخر مرة اشوفك فيها هنا. هتشوفيني تاني وزبون كمان، اصلا بموت في التدليك. مش هيحصل. وحياتك لا يحصل، وبإيدك دول كمان.